إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صفوته من خلقه، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، هدى به بعد الضلال، وأخرج به من الظلمات إلى النور، صلوات ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قبل الخطوة يا أخوان، أذكر نفسي وإخواني القيمين على المسجد هذا وسائر المساجد بمسألة مهمة، ألا وهي عدم الشغب بسبب خلاف في مسألة فقهية فرعية اختلف فيها أو حصل فيها الاختلاف بين سلف الأمة من صحابة رسول الله والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة. ومعروف عند أهل العلم لا إنكار في مسائل الخلاف، المسائل التي اختلف بها أهل العلم خاصة الأئمة الكبار، فلا ينكر من اختار أن يقلد هذا الإمام، لا ينكر على من اختار أن يقلد الإمام الآخر، ما في إنكار. مسائل الخلاف ما فيها إنكار، منها موضوع القنوت في الفجر، وهذا الأمر مختلف فيه يا أخوة من اليوم زمن الصحابة، فبعض الصحابة كانوا يرون القنوت في الفجر وبعضهم يرون عدم القنوت في الفجر، فأنت إن قنت لك سلف صالح، وإن لم تقنت فلك سلف صالح. من الطرف يا إخوة، أحد الأئمة وأحد العلماء في قرية من القرى يأتيه أهل تلك القرية في رمضان، وكل قد شحذ الهمة وربما جهز نفسه لمعركة بسبب صلاة التراويح. كم ركعة نصلي؟ 28. فالقرية انقسمت قسمين، القسم الأول 8 ما في غيرهم، والقسم الآخر مذهب الأئمة الأربعة. ترى حقيقة يا إخواني مذهب الأئمة الأربعة أن التراويح 20، وهذا الأمر لما يكون في إجماع من أئمة المذاهب الأمر يعني لابد يكون له دليل، هذا مو عبث. يعني مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل التراويح 20 مو 8. فانقسم أهل القرية وكل فريق جاهز يساوي معركة في سبيل نصرة رأيه ومذهبه. فالإمام قال أنا أنصحكم صلوا العشاء وروحوا عدوركم. الأخوة الإسلامية والمحبة هذه فريضة واجبة، والتراويح سنة، فدال مضيعوا فريضة في سبيل أداء سنة، صلوا العشاء بالجامع جماعة وروحوا عدوركم، كل واحد يصلي التراويح في بيته. فشيء غريب يا أخوة أن نضيع الفريضة اللي هي فريضة الأخوة والمحبة بين المسلمين في سبيل قضية فرعية مثل الجهر بالبسملة أو قنوت الفجر. فاللي بيقنت هذا مذهب الشافعي ومذهب مالك، واللي ما قنت مذهب أبو حنيفة ومذهب ابن حنبل. لا هذا مبتدع ولا هذا مبتدع، كلاهما على السنة، فالأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتركه، فمن قنت أصاب السنة ومن ترك فأصاب السنة. فما في داعي الشغب، ما في داعي للشغب يا أخو. إذا الإمام قنت جزاء الله خير أصاب السنة، وإذا لم يقنت جزاء الله خير كمان أصاب السنة، فإن جهر بالبسملة كمان أصاب السنة، وإن لم يجهر بها أصاب السنة. فالأمر هين، ترى الأمر هين،
هذه قضايا فرعية اختلف فيها أهل العلم ولن يصل فيها إلى اتفاق، قضية محسومة العلماء أشبعوها بحثا، فما في رأي راجح فيها. لأن بيجي واحد طويل بعلم يقول لك والراجح في المسألة كذا، راجع عندك أنت وعند الإمام فلاني هذا الراجح، لكن عند غيره مو راجح هذا الكلام. والراجح في المسألة ما قاله فلان، الراجح عنده هو، لكن عند غيره لا مو راجح. فلذلك لا إنكار في قضايا الخلاف. الأمر الثاني يا أخوة، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، واليوم في الساق ترى ما في أكثر منه يا أخوة، فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. فعند سماع الأخبار وقبل نقلها ينبغي أن نتثبت، أنه في بعض الأخبار لها تبعات ولها ملحقات، يعني ليس خبر عابر وينتهي الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لو أردنا أن نتكلم بكل ما يأتينا من أخبار أو كل ما نسمع، حقيقة الأمر يعني غاية في السوء. لذلك اليوم الناس مطبولة، امبارح المرصد السوري شو اسمه رامي عبد الرحمن اللي هو ترى مهندس اسمه يعني وائل سليمان، مو هذا اسمه مستعار رامي عبد الرحمن، تكلم عن جيش الجنوب وكأن هذا الرجل لا ينطق عن الهوى، عنده وحي يعني. فموضوع جيش الجنوب يا إخوة فكرة بلغتنا من شهرين، أكثر من شهرين، عن طريق بعض الإخوة، اتصلوا أنه بعض من كانوا يسمون قادة في الجيش الحر في الأردن اجتمع بهم ضابط استخبارات روسي وطرح الأمر معهم على أساس يرجعوا يكون في تشكيلات معينة ورواتب من روسيا أظن أو من ما بعرف روسيا أو إمارات، هم رواتب من برا ويغاثوا ما شابه وتعود الأمور كما كانت، القرى والمدن في حوران أو في الجنوب يستلمها أهلها اللي هم قاتل الفصائل، السوء المقابل حاربوا إيران. طيب يا أخوان اليوم في العدوان الثلاثي في مصر 1956 اللي بظن أنه مصر انتصرت، هذا يكون بضحك حاله. عدوان الثلاثي تم إيقافه بتليفون من خرشوف كان رئيس الاتحاد السوفيتي، اتصل على فرنسا وعلى بريطانيا أوقف عدوان، توقف العدوان. فإذا كان الغرب روسيا أمريكا إسرائيل يريدون إخراج إيران من الجنوب، ما مش بحاجة جيش للجنوب، هم مو بحاجة جيش، تليفون. فهذا الوهم يا أخوة ينبغي أن نعيشه مرة أخرى، لا نريد أبنائنا أن يكونوا وقودا يستخدمها الدول في سبيل القضاء على، هي حرب مصالح في النهاية. فإخراج إيران من سوريا ما بده جيوش ولا بده، ما بده، عندهم موظف صغير هو اللي جابهم بيأمروه يقول لهم الله معكم وساعدته، شوف بيطلعوا ولا ما بيطلعوا، بيطلعوا. مين جاب إيران على البلد يا أخوان؟ جابها النظام، رأس النظام، ورأس النظام اليوم صاحب قرار، يعني قرار مستقل والله تابع لروسيا، تابع لروسيا. لو كان في صدق الموضوع الروس بأمره اطلب من إيران خروج من سوريا، بتخرج. لأن هم حجتهم اليوم احنا دخلنا بطلب الحكومة السورية أو النظام السوري أو الشرعية السورية. فالأمر لا يحتاج إلى جيوش حتى تحارب إيران. ثم يا إخوة اللي بده يحارب إيران هي موجودة، روح حاربها، مين مانعك؟ لابد يعني حتى تحاربها يصير في جيش ويصير في فصائل ويصير في كتل ويغاثوا، ونرجع للموال القديم عنده 10 عناصر بسجل 200 وسجل إغاثة وخذ كتل رواتب وخذ كذب تصوير معارك وهمية وتصوير. فالأمر ليس لعبة. فموضوع جيش الجنوب نكتة يا أخوة حقيقة. الأمر يعني من شهرين اتصل فيه أحد الأخوة الثقات ذكر لي أنه جماعة يعني 1 2 3 شو رأيكم؟ قلت والله ما عندنا رأي إحنا، بس في لكن بشكل عام أبناؤنا لن نضحي بهم حتى يقاتلوا في سبيل الدول. اللي بده يحارب إيران يروح حارب لحاله، بس هو اصلا لو بده يحاربها ليش جابها على الجنوب؟ ليش جابها على البلد لو بده يحاربها؟ ليش عم يستعين فيها؟ ليش بمكنها قاعد؟ ليش بدافع عنها؟ هذا كذب يعني ينبغي ان نخرج منه. فموضوع جيش الجنوب هذا هو يا اخي. وذكر لي تفاصيل اجتمعوا، ذكر لي اسماء، طبعا معظم قاتل الجيش الحر اللي في الاردن الا اثنين، وفي واحد تكلم باسم المدينه معروفين، هو ادعى انه هو يعني بيمثل المدينه، الا اثنين من القرى المجاورة قريبة من المدينة ما حضروا، لكن البقية حضروا معظمهم، وصار في شروط وتسليح وبيكيسي وروسي وسيارات شنب وهايلوكس ومضاد ما مضاد، في تفاصيل. لكن لغاية الآن من شهرين الأمر ترى نام،
الأمر نعم الطلوعات كثيرة يا إخوة، والدول ترى ما عندها مشكلة، ما هي قاعدة بتجرب عندها جاكيتة تلبسها مش مناسبة زتها جيب غيرها، بتجرب جماعة مش مستعجلين، لأن الدم هو دمنا مو دمهم، واللي بيخسر إحنا مش هم، إن كان في دمار علينا مش عليهم، إن كان في دماء هي دماؤنا ليست دماؤهم، وإن كان في دمار فهو عندنا مش عندهم، جماعة مش خسرانين، القتلى هم أولادنا والدمار في بلادنا. فلذلك يا إخوة هذا من باب النصيحة، أنا أذكر هذا الكلام على الله من شهرين عندي علم فيه، اتصل في أحد أخوة ثقات خبرني 1 2 3 وتواصلت مع بعض الشباب برا أكدوا هذا الكلام، لكن الأمر ما طرحناه ولا بحثناه لأنه يعني صعب جدا يمشي، صعب يمشي. فلذلك يا أخوة اللي عنده ولد سالم أسنانه ينصحه، لا يمكن الدول بعد 8 سنوات أن تسعى في صالحنا، هذه قضية محسومة يا أخو. بعد 8 سنوات لا تعتقد أن دولة من دول الجوار العربي أو الجوار الإقليمي أو دول الدول العظمى مجلس أمن وغيره ما عندهم نية أن يسعى في السعي لصالح الشعب السوري. هذه شيلها من بالك، كل يسعى لصالحه، كل يسعى لمصلحته هو على حسابنا طبعا، اللي بكرم حساب غيره، والمثل الشعبي بيقول عزيمة حساب غيرك تعجب، اللي بكرم حساب غيره بيسخى. فالجماعة بيسخوا بولادنا وبيسخوا فينا ودمروا البلاد، ما عندهم مشكلة على عسى ولعل يحصلوا شيء على طاولة المفاوضات. الأمر الأخير يا أخو موضوع لجنة دستورية حقيقة مهزلة حقيقة، بعد كل هالسنوات لجنة دستورية، ورغم ذلك النظام ترى مو عاجبه أي شيء في السياسة، ما بيناسب النظام، النظام ما بيناسب له شيء واحد، ظل يذبح فيك خالص، إما يقتلك أو يحطك بالسجن، أي كلام في السياسة لا يناسب النظام لا من قريب ولا من بعيد. فحتى اللجنة الدستورية رغم يعني أنها هزيلة وفيها شخصيات بحياتهم ما كتبوا موضوع تعبير أكثر من سطرين، ومعظمهم أو قسم أكبر منهم تعرفوهم يعني شفيري وما شابه وشبيحة، ومنهم خالد عبود ترى معروف من عيم، هذا دكتور دستور، ورائد وقاف مذيع التلفزيون السوري هذا دكتور دستور، وبشار الزعبي بتعرفوه صاحب مكتب سفريات سهيل هذا دكتور دستور مثلا يعني. بالرغم من ذلك رغم انه يعني فضيحه، لكن الله ما بنعرف، رب ضاره نافعه. فالنظام لا يناسبه اي كلام في السياسه، يناسبه يظل يذبح فيك او تايلمك بالسجن، هذا يشتغل معه. فاي كلام في السياسه مهما كان هزيل لا يناسب النظام. بالرغم من ذلك المشكله مو في الدساتير يا اخي. انا اذكر سمعت احد مشايخ دمشق يقول لو قيل لي ان الدستور سوريا هو القران قال لما قبلت حتى اعلم من يقوم على تنفيذه. فالعبره مو في الدساتير يا اخو، هاي من القران بين يدينا، حتى مين طبق القران؟ هاي الدستور قدامنا والسنه قدامنا، هل ممكن يطبق القران؟ العبره بالدستور مو قدامنا، الدستور القران الكريم وقدامنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقدامنا تفاسيرها وشروحها، مين طبق؟ ما حد طبق. فالعبره مو في الدساتير، العبره في من يقوم على تنفيذها وعلى تطبيقه. بعض الناس بضخموا الدستورية وبعتوا دماء الشهداء، يا أخي أنت اشتريها دماء الشهداء، بعتوا دماء الشهداء قاعد في هانوفر من 8 سنوات أو قاعد في إربد في عمان في تركيا من 7 8 سنوات وبيض علينا، خونا دستور يا أخي، إحنا خونا، أنت ورجينا همتك، تعال تعال يا أخي تعال جاهد، لن نسلم لن نرضى، والله وأنت قاعد ألماني لن نسلم لن ترضى، تعال تعال يا بعد قلبي تعال هون ورجينا بطولاتك، لن ترضى لن تسلم تعال. اما قاعد بالمانيا وقاعد في بلجيكا وصار معك جنسيه تروح بتيجي ولن نرضى والثوره مستمره، شو الثوره مستمره؟ الثوره لها وقود، بدها شباب، وانتم شبابكم كلهم برا، وبدها مال ما في اليوم، الايتام في حوران، ايتام تراجعوا، والسبب المنظمات، سبب المنظمات، التجار جماعه صورني كانوا يوزعوا في حوران لما كان في تصوير، اليوم ما في تصوير فلوا كلهم، والجنوب خونة، طيب جنوب خونة والصغار خونة كمان، الأرامل خونة، الأيتام القواريط خونة، فالكل بيتاجر فينا يا أخي، الكل بيتاجر فينا. فاللي عنده بطولة من جماعة هانوفر، جماعة يعني بروكسل، جماعة ألمانيا، ورجينا بطولاته، أو قاعد بغازي عنتاب أو بإربد أو بغيرها، ورجينا بطولاته، شاطر اللي على الفيس خونة والدستور، ضحى شهدائنا. لولا الثورة أنت بتروح ألمانيا؟ لولا الثورة ودماء الشهداء بتروح على سويسرا بتروح جنسية دنماركية أو نرويجية أو هولندية؟ هذا كله مش محسوب، أنت أخذت سلف.
ثمن دماء الشهداء انت اخذته سلف، صار معك جنسيه هولنديه والمانيه، فيكفي يكفي تجاره بدماء الشهداء، يكفي تجاره يا اخوان. اللي عنده بطوله يورديني اياها، اما قاعد باخر معمر الله ولا نستسلم؟ انت مستسلم خالص، شو اللي نستسلم؟ والثوره مستمره، كيف مستمره الثوره وانت قاعد في هانوفر وانت قاعد في ستار بروكن؟ الثوره مستمره، شو مستمره الثوره؟ ودي اولادك لهنا والله مستقبلهم بيقروا، اولادك يقروا اولادنا يموتوا، والنتيجه شو هي؟ النتيجه ان الدول تعبث بنا جميعا، دول كلها ترى، دول العربية المحيطة، دول إقليمية أكبر شوي، ودول العالمية بلعبوا فينا شرد أحمر ده. فكافي اللي بيدفع ثمن يا أخوان يتعب كيس يخلفه. إذا الغرب وروسيا وإسرائيل حابين يحاربوا إيران يحاربوها، هني قدامهم، ما في داعي يجيبوا أولادنا حطهم تعالوا حاربوا إيران، ما لنا مصلحة. فهذا فيما يتعلق بجيش الجنوب، ما يتعلق باللجنة الدستورية، العيب فينا، وإلا الدساتير كلها رغم سوءها العيب فينا، أو العيب في من يقوم على تطبيقها. إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين.